51 دقيقة على نجمة فيما قل من سويعة وأكثر شوية. مازال تعمر الحلقة نتاعنا بالنسبة لليوم الأربعاء 4 مارس 2020، نحكي على فيروس الكورونا. الإجراءات اللي باش تاخذها وزارة التربية بالنسبة للصغيرات، التلامذة اللي يقراو في المدارس والتلامذة اللي يقراو في المعاهد اليوم، الإجراءات، الحملات التحسيسية كيفاش باش تصير، وشنية أهم الخطوات اللي باش تقوم بهم وزارة التربية. هذا كل نعرفوه توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. سي دونك مدير مساعد الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية حاضر معنا اليوم بالتليفون، سي نجيب بن حميدة. صباح الخير ومرحبا. صباح الخير ومرحبا بك. اهلا وسهلا بك سي نجيب، مرحبا. دونك اليوم نحكيوا على اول اصابة بفيروس الكورونا. الخبر هذايا ديما نقعدوا نعاودوا ما يخوفش ما يفجعش برشا، على خاطر الحمد لله نجم نقولوا لي الامور اليوم تحت السيطرة، اما صغيراتنا اليوم كيفاش باش نستحفظوا عليهم سي نجيب؟ بارك الله فيك أختي. هو موضوع بطبيعة الحال يشغل حاليا جميع المواطنين، رغم أنه كما كنت تذكر سيادتك ما فماش حالة معناها لا كبيرة، ما يلزمش يكون يصير فينا خوف كبير بقدر ما يلزم يخلينا نحمي رواحنا وصغيراتنا بطبيعة الحال من فيروس كورونا الجديد. وفي هذا المجال بطبيعة الحال وتفاعلا مع الاستراتيجية الوطنية حول التوقف الإصابة بفيروس كورونا الجديد، قامت المندوبية بالطبيعة منذ شعرنا بالموضوع هذا وعلمنا بطبيعة الحال الموضوع الفيروس بمراسلة جميع المديرين بالتنسيق بالطبيعة مع الإدارة المركزية في مستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي في المؤسسات العموميه والخاصه بما ان الوزاره اهم الخطوات اللي باش تقوموا بها في الموضوع. اهم الخطوات تو احنا بالنسبه لنا وقع التجديد مع الساده المديرين، التجديد على احترام شروط حفظ الصحه والسلامه وخاصه بالمركبات الصحيه من ناحيه النظافه ومن ناحيه خاصه توفير الماء الصالح للشرب. احنا بالطبيعه عندنا مؤسسة وحيدة من جملة المؤسسات اللي تشرف عليها مندوبية سوسة، على كامل ولاية سوسة وحيدة ما عندهاش ما وقع توفيره بالطبيعة ووقع التأكيد على أنهي المؤسسة هذه سي نجيب؟ المؤسسة هذه في منطقة ريفية بالطبيعة، هي مدرسة ابتدائية. دونك وفرنا لهم بالطبيعة عن طريق سهل. فين بالضبط؟ خاطر والله أختي بالنسبة للمؤسسة هذه هي تقع أساسا في منطقة الهاني أظن، خطرية مدرسة ابتدائية اللي بطبيعة الحال هو مسؤول على التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي. المؤسسة هذه الوحيدة أنه وقع توفير الماء والتأكيد على توفير الماء هو متوفر بطبيعته عن طريق الصهاريج، لكن زدنا أكدنا على السيد المدير وبالتنسيق مع السنات باش والفلاحه باش هذا يكون متوفر واكدنا على المؤسسات نتاعنا بطبيعه. سامحني سي شكري، انتم سي نجيب سامحني، الماء متوفر عن طريق السهاريج، هل نظيف السهاريج هذايا؟ معناتها الماء اللي قاعد يهبط للصغيرات ما نظيف؟ لا هذا كون مؤكده اختي، انه الماء مراقب والماء خطر. احنا الماء مراقب وزدنا اكدنا في على السيد المدير باش يزيد يراقبوا اكثر. وبالنسبه لبقيه المؤسسات دونك هو الماء متوفر، اكدنا على النظافه، زدنا اكدنا ووفرنا الصابون السائل بالطبيعه وهو محلول دونك موفر في كل المؤسسات نتاعنا، لانه بالطبيعه تعرف انه التنقل يقع خاصه بالطبيعه عن طريق اللمس هذايا اللي نخافوا منه اكثر، لانه الفيروس هذايا عكس الفيروسات الاخرى معناها يعيش فوق ال 24 ساعه في الاماكن الصلبه، وبالتالي اكدنا انه يقع تحسيس خلال حصص التدريس. احنا وفرنا كل ما يلزم، وخلال حصص التدريس بالنسبه لكل الاساتذه وخاصه منهم اساتذه علوم الحياه والارض واساتذه التربيه المدنيه والتربيه الاسلاميه، بالتاكيد على التلميذات انه نتجنبوا انه باش يصافحوا نتجنبوا القروب برشا من النقب وبرشا من الانسان عنده علامات تاع بروده حتى عاديه دونك احتياطا، وفي نفس الوقت دونك نعملوا انه نغسلوا يدينا اكثر ما يمكن عند لمس النقود عند لمس
سي نجيب عندي ليك سؤال في الموضوع هذايا في صلب الموضوع. احنا على مدار معناها ملي بديت السنه الدراسيه كنا نواكبوا في الحاله في البنيه التحتيه نتاع بعض المدارس حتى لهنا في سوسه نحكيوا على حي سعاده في سوسه اللي فما المدرسه معناها فما اقسام اللي تسكرت وعلى خاطر معناها ايله للسقوط والوضعيه نتاعها ما تسمحش انهم الصغار يقراوا في الاقسام هذايا. دونك القرار اللي جاء من مندوبيه الجهويه للتربيه على انهم التلميذات اللي يقراوا في الاقسام هذوما يتقسموا على أقسام أخرين. دونك ولينا نحكيه على أكثر حتى من 45 تلميذ في قسم واحد. اليوم إشكالية المعلمين النواب. المعلمين النواب فوالا فما غيابات كبيرة برشا. دونك صغار هذوما اللي يقراو على بعضهم نقولوا كي السردينة معناها كلاس يبدا صغير يهز في أكثر من 45 تلميذ عبارة على قاعدين في حجرات بعضهم. كيفاش أنتم باش تحاولوا أنكم تنقصوا الكونتاكت ما بيناتهم؟ هذا حتى كي يتكلم نفس في وجه صاحبه معنا. احنا فيما يخص الموضوع هذايا تعرف فما أولويات وقت اللي يبدأ فما حالة تمثل خطر أنه قاعة قايلة للسقوط. دونك فما أولوية وفما معناها متأكد أنه تيم ذات مش يخرجوا منها، لكن في فترة أولى صحيح لقينا رواحنا في أقسام مكتظة. احنا حاولنا من عن طريق النيابات وإحنا هنا بالنسبة للسوسة ما في الواقع ما عندناش تو حاليا معناها ما عندناش غيابات كبيره او انقطاعات كبيره بالنسبه للنواب، رغم اللي هما تعرفوا ان الوضعيه نتاعهم لهم البعض منهم مازال معتصم، لكن اغلبيتهم التحقوا وقع حتى اللي تغيبوا منهم وقع تعويضهم بالطبيعه لانه التلميذات تو تعدي امتحانات والتدريس ودراستهم هي اهم مشغل بالنسبه لوزاره التربيه ومندوبيه التربيه. دونك صحيح عندنا مشاكل اكتظاظ مش ماهاش راجعة بالأساس للبنية التحتية فقط، معناها راجعة حتى لأنه بالنسبة لولاية سوسة تشهد معناها عدد جديد كبير بالنسبة للسنة معناها عرفناه على مستوى عدد التلاميذ، لكن وقع تداركه في أغلب المؤسسات. في أغلب المؤسسات احنا عندنا البعض مكتظ، لكن أغلب المؤسسات وقع تداركها عن طريق النواب وعن طريق توفير فضاءات، حتى عن طريق الكراء وفرنا فضاءات أخرى بالنسبة لبعض المؤسسات. وبالطبيعة كراء شنو معناها؟ كراء محلات بحث المدرسة أنهم يقرأوا فيها؟ في بعض المؤسسات وقع كراء خاصة في الابتدائي. بالنسبة للإعدادي والثانوي الاكتظاظ هذا معناها ما تجاوزش في أقصى الحالات 32-33% إلا في مؤسسة وحيدة، دونك عندنا 35. دونك لكن احنا تو اليوم بالطبيعه مش نتعاملوا مع الوضعيه لانه رغم الصعوبات يلزمنا نتعاملوا معها. وانا ناكد لك الى حد الساعه معناها الى حد اليوم 4 مارس ما عندنا حتى وضعيه تقريب مقلقه بالنسبه لولايه سوسه او وضعيه تدعو الى الشك في اي حاجه، معناها تلميذات تعدي في فروضها. احنا تو ماك تعرف الاسبوع المغلق قاعدين يعدوا في فروضهم في ظروف طيبه في ظروف حسنه، مع بطبيعة الحال أخذ كل الاحتياطات الضرورية لي إن شاء الله تتعدى هالفترة هذه ما تلين ذاتنا وليداتنا ما يعرفوا حتى اختروا ما يعرفوا حتى سنجيب البارح دار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي على انه باش يصير تقديم العطله معناها بعد الاسبوع المغلق كما كنا نحكيوا توا يكملوا التلاميذ يعديوا ليزيكزامان تاعهم يخرجوا ديريكتومون في عطله الربيع. هل صحيح الخبر هذايا والا لا؟ الى حد اليوم يعني نعطيك اليوم 4 مارس مع ان حتى بالنسبه للوزاره ما فما حتى تعليمات او فما حتى توصيات او فما حتى التفكير ممكن على مستوى الوزارة في هذا الموضوع. إلى حد اليوم أنا السير العادي للدروس عادي جدا، الظروف طيبة. الأسبوع القادم بطبيعة الحال تعرف أنه مش يكون أسبوع سلاح الفروض وبعدها مباشرة ندخلوا في العطلة. إلى حد الساعة ما فما حتى نية، نقول إلى حد اليوم معناها اليوم في الساعة هذه نتكلم معك ما فما حتى نية في تأخير في تقديم العطلة وتمكين التلاميذ من الأسبوع إضافي. أو الدراسة تتواصل عادية إلى غاية يوم 15 إن شاء الله تكون ذاتنا في عطلة، لكن إلى غاية اليوم ما فما حتى شيء في هذا مفهوم. شكرا لك سي نجيب بن حميدة مدير مساعد الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية، شكرا لك على التوضيحات هذه. صغيراتنا يردوا بنا على رواحهم ديما صابونة في الساك، هذه نورمالمون من قبل لا ملي نحن صغار تعودنا نوعا صابونية ديما في الساك، صابونة ولا جيل حافظوا على نظافة يدينا وديما ناخذوا مسافة الأمان مع أصدقائنا وأصحابنا اللي يقراوا معنا فرد قسم. 11 دقيقة بالضبط، بعد شوية باش نمشيو مع سوار في ميكرو زوم 73، خليكم معنا.
نجمه.